الاقتراب من الصدارة ومضاعفة الضغط على الفتح كان حلم الهلاليين عندما حلوا ضيوفا على الاتفاق، والنتيجة تعادل مخيب وتنازل عن الفوز في آخر اللحظات. سيناريو المباراة بالأرقام أكد أفضلية الهلال في كل شيء تقريبا، لكن وحدها الأهداف تحدث الفارق. الهلال سيطر على الشوط الأول بنسبة امتلاك للكرة قاربت 68%، ثم تنازل عن سيطرته في الثاني ليتعادل الفريقان تقريبا في نسبة امتلاك الكرة. الهلال سدد على المرمى 4 مرات فسجل هدفين، والاتفاق عدل الكفة رغم أنه سدد مرة أقل على المرمى. التسديدات التي جانبت المرمى هي التي تسببت في إهدار الهلال فوزا مستحقا، فالهلال جانب المرمى 10 مرات كاملة، ويسلي لوبيز لم يسدد داخل الخشبات الثلاث ولو مرة واحدة، فسدد 3 مرات خارج المرمى، ومثله فعل يوب يونغسو الذي اكتفى بهدف وحيد من 6 محاولات كاملة. بيونغسو سجل في 6 من مبارياته 7 الأخيرة، ولكن ذلك لا يكفي حسب وجهة نظر كثير من الهلاليين، فالكوري الجنوبي يضيع كثيرا قبل أن يسجل. الاتفاق سدد 6 مرات خارج المرمى، وللمدافع أحمد عكاش نصيب الأسد ب4 منها. الهلال مرر الكرة بطريقة أفضل وبنسبة نجاح أكبر. عدد مناولات الهلال هو ضعف عدد مناولات الاتفاق، والهلال أضاع الكرة بنسبة أقل من الاتفاق، وحتى عدد الركنيات فاق الضعف لصالح الهلال. الهلال أنهى الشوط الأول متقدما، والهلال استعاد التقدم بعد دقائق معدودات من هدف التعادل الاتفاقي الأول الذي جاء بنيران صديقة، ليكون 9 هذا الموسم الذي يسجله مدافع في شباك فريقه. وسبق للهلال أن استفاد 2 مرات من أهداف النيران الصديقة أمام النصر والوحدة. التعادل هو 3 للهلال والثاني هذا الموسم أمام الاتفاق، والطريف أن هدف التعادل الاتفاقي ذهابا جاء في الوقت بدل الضائع، يضيع الهلال الفوز للمرة الثانية أمام الخصم نفسه وبالطريقة نفسها. ونبقى مع الصدف، وهذه المرة الوقت بدل الضائع هو من أهدى الهلال تعادله الأول هذا الموسم عندما سجل ياسر القحطاني هدف التعادل أمام هجر في الدقيقة 91. التعادل هو 6 للاتفاق هذا الموسم والثالث على التوالي، والإتي يقلب تأخره إلى تعادل 3 مرات ويفرط في الفوز 2، ومرة واحدة تعادل سلبيا وكانت عندما استضاف الاتحاد. حمدي قردبو، صدى الملاعب.